السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوتكا في ديزات، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا عن اللاعب بدر الدين بوعناني، هذا اللاعب اللي كنا تكلمنا عليه سابقا وتكلمنا عليه حتى في ألعاب بحر الأبيض المتوسط، وكذلك عرجنا على كلام اللاعب شخصيا. قال بأنه أنا واحد من الجزائر اتصل بي وقال بأنه لو اتصل بي الأطراف من الاتحادية الجزائرية كنت نشارك مع الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وقلنا في ذلك الوقت كيف لاعب بهذه الموهبة، جوهرة بهذه يعني الموهبة، شفناها كلنا أفضل لاعب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيفاش الناس اللي تشوف يعني المواهب في أوروبا ما شفتوش، رغم أنه رغم كاينين الناس يعاملوا في الخارج، ورانا نشوفوا المنتخب الأولمبي راكم شفتوا يعني لاعبين ما عرفناش أصلا كيفاش حتى جابوهم للأسف، وكانت النتيجة الإقصاء أمام الكونغو. الحمد لله يعني للكاف رجعت لنا حقنا، لكن مع نفس المدرب ما شكيتش يعني فيها خير، لكن نتمناه. إذن أعزائي المشاهدين، كذلك بعد ذلك خرج الوالد نتاع اللاعب، لأنه البعض يقول لك أو بعض اليوم يسوقونا يعني هذه تشويه صورة اللاعبين المغتربين، لأنه هناك الآن حملة لتشويه صورة هؤلاء من أجل إبعادهم عن المنتخب الوطني. يقول لك بأن الأولياء نتاعهم مش حابين، يقول لك ها لما بوعناني يتكلم قال لك اللاعبين حابين بصح الأولياء نتاعهم مش حابين. خرج الوالد نتاع بوعناني كان في زيارة لمسان في الصيف الماضي، يعني دارت مع إحدى القنوات الإلكترونية لقاء وتكلم بالحرف الواحد وقال بأني جزائري وابني جزائري وابني لن يلعب لغير الجزائر، وحنا رانا ننتظره في دعوة الجزائر. يعني حق كل الكتلة وكل الثقل في سلة وفي كفة الاتحاد الجزائري الفاضل. إذا الآن ما كان حتى عذر. خرجت بعض الاطراف يقول لك بانه هذا بوعناني راهو صغير وما زلتوا انتم راكم تكبروا فيه. قلنا لكم يا جماعه الموهبه تبدا من صغرها، وقلنا يا جماعه مثل بن ناصر تماما لما احنا ظفرنا به كان يلعب في رديف الارسنال، قليل اللي كان يعرف بن ناصر، قليل جدا اللي كان يعرف بن ناصر، وبالتالي مع مرور الوقت بعد 3-4 سنوات سنه 2019 اصبح بن ناصر احد افضل اللاعبين في الدوري الايطالي في مع امبولي. تخيلوا انه فريق هبط للدرجه الثانيه لكن بن ناصر هو احسن لاعب وسط في الدوري الايطالي، تخيلوا اعزائي المشاهدين. وهذا الامر اللي خلى اداري الميلان يكونوا في المدرجات ويجوا يتفرجوا على بن ناصر في كاس افريقيا، وبن ناصر فرحهم وبن ناصر شرفهم وبن ناصر يعني جاب حقه، وبالتالي كان احسن لاعب في كاس افريقيا وهو في سن العشرين سنه او اقل من ذلك. اذا هذا شيء مميز جدا للاعب مثل بن ناصر، لكن الفضل لمن يعود للناس اللي جابت بن ناصر وهو صغير، للناس اللي قرات الموهبه نتاع اللاعب قبل ما تنفجر. لانه بكل صراحه من غير المنطقي ومن غير يعني العقلاني انه بن ناصر يختار الجزائر وهو في هذا المستوى، مستحيل مستحيل. أنا نقول لكم إن ما تقولوا لي لا وطنية لهم يحزنون، نعرفوا لاعبي كرة القدم مشوار رياضي في يبقى ويروح هو أهم شيء، بالنسبة حتى المحرز بطبيعة الحال. إذا أعزائي المشاهدين الآن هذا بوعناني إذا ما ظفرناش به الآن راح نفقدوه. اليوم بوعناني أمام نادي ليل أحد المنتخبات أو الأندية الجيدة في الدوري الفرنسي، لعب أول مباراة أساسي ليه، تخيلوا أنه كان أفضل لاعب فوق الميدان. هذا مش امر هين ومش امر سهل. اليوم لما نشوفوا احنا هذا كيفرين تيرام لعب تقريبا مباريات الموسم، ايرون رامسي هذا اللي لعب في عده انديه، لعب في ارسنال ولعب كذلك في اليوفي، لاعب عنده خبره اللاعب هذا الويلزي. كذلك عندنا اللاعب لابورد غايتان، لابورد هذا المهاجم الهداف اللي كان في مونبولييه وكان في ران يعني، والان راهو في نيس، يعني هو لاعب ممتاز جدا وهداف ممتاز جدا. دانتي هذا اللاعب البرازيلي اللي كان في مونشنغلادباخ وفاز بالثلاثيه مع الباير سنه 2013، يعني لاعب ممتاز جدا. اذا توديبو كذلك لاعب رائع جدا، اعتقد حتى انه لعب في برشلونه. لوتومبا كذلك، مالفين بارد، هذو لاعبين ممتازين جدا، وكذلك شمايكل وبوداوي
اعتذر اعزائي المشاهدين. اذا وكذلك كاسبير شمايكل الحارس الدنماركي الغني عن كل تعريف حارس ليستر سيتي وزميل محرز سابقا، انك تدخل في مع هذه الكوكبه وتكون افضل لاعب في الميدان بعد يعني بيتر شمايكل، لانه بيتر شمايكل هو رجل المباراه. انا قلت في الميدان يعني من دون حارس المرمى كان هو رجل المباراه، يعني بالاضافه للابورد اللي سجل هدف، هو كان عنده التمريره الحاسمه، لعب تقريبا اقل من 60 دقيقه، لعب 60 دقيقه كان عنده 7.4، في حين لابورد لعب كل المباراه كان عنده 7.4. هذا ما يدل على انه بوعناني اليوم كان رائع، كان رائع في تحركاته، كان رائع في لمسته للكره. لما تشوف بوعناني لما تشوفه يلمس الكره ما شاء الله، الله يبارك، احنا باش ما نعينوش اللاعب، رانا نتكلموا عن صفات اللاعب ونقولوا ربي يحفظه من العين ما شاء الله عليه. اذا قلنا اللاعب في اللمسه نتاعو تعرف بانه هذا لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع جدا. كذلك تعدد المناصب تاع بوعناني يخليك انك تعتمد عليه، يلعب كجناح ايمن، يلعب كلاعب وسط ايمن، ويلعب كلاعب صانع العاب، لانه شفنا في العاب البحر الابيض المتوسط كان صانع العاب تاع المنتخب الفرنسي. لذلك بوعناني في هذه السن 18 سنه يقوم بهذه الامور، يقوم بهذه الاشياء، لازم انا من رايي نجيبوه الى المنتخب الوطني، نعطوا له الفرصه. اذا لقينا انه حكم مكانته، اللهم بارك، رانا كسبنا لاعب ممتاز جدا، ما قدرش يحكم مكانته كما بالنصر، رانا خلاص درنا له كما يقول لك في السي في تاعو باللي لاعب دولي جزائري، وقت ما صعد في المستوى تاعو نلقاوه. اما اني نخليه يتطور، لانه انا بكل صراحه بعد ما شفت هذا اللاعب نقول بانه لاعب راح يتطور بسرعه، هذا اللاعب راح يتطور بسرعه، خاصه مع مدرب مثل لوسيان فافر، هذا المدرب يعني اللي يعتمد كثيرا على الشباب اعزائي المشاهدين. لذلك انا اقول انه بوعناني اذا ما جبتوش في التربص القادم انا اعتبرها يعني جريمه في حق المنتخب الوطني، وسمحوا لي على هذه الكلمه، لانه خلاص بزاف كرهنا من اعطاء يعني صفه لاعبين دوليين لبعض اللاعبين اللي ما يستحقوش اصلا التواجد يعني في المنتخب الوطني، اخرهم يعني المهاجم عريبي اللي جبناه مانيش عارف اصلا علاش جبناه في التربص الماضي، في حين شفنا انه لاعبين نجيبوهم وما نعطوهمش فرصه وما نلعبوهمش، شفنا كذلك ستاتكا، وشفنا لاعب حماش نجيبوهم وما نلعبوهمش. اذا على ذكر مباراه انيس اليوم، بوعناني كما قلت كان ادى مباراه ممتازه جدا، كان عنده 7.4، كاين بوداوي كذلك كان عنده 6.9، كان عنده اداء متوسط وخرج ما لعبش كل المباراه، وكذلك عطار اللي خل يعني في الدقيقة ال 75 أو 79 وأصيب في الدقيقة ال 71 أو ال 91. أنا هنا نطالب بالماضي أنه لازم تنسى عطار، قلتها سابقا يا جماعة، عطار لما يجينا خبر عودته من الإصابة لازم نبقاو ننتظروا خبر إصابته، عنده مشكل في المورفولوجيا نتاعو، عنده مشكل في النظام الغذائي نتاعو، هل عنده مشكل في الانضباط في التدريب نتاعو، ما على باليش، المهم عنده مشكل، ويبدو ويظهر ان عطار لا يريد ان يجد حلا لهذا المشكل، وبالتالي افضل الحل مؤقت انك لازم تتخلى على عطار، يا عطار لازم تكون جاهز جهوزيه بدنيه، لانه واش من فائده انك تجيب لاعب عائد من اصابه، عطار انت اصلا في افضل احواله اذا ما كانش مصاب راك راح تجيب لاعب عائد من الاصابه ويكون بعيد عن يعني مستواه المعهود، وبالتالي انا افضل حاليا يا عطار ان نخليك نتخلى عليك عن المنتخب الوطني، وعندك مهدي ليريس، عندك ستاتكا، عندك كذلك زفانه ورجع يلعب، عندنا عده لاعبين، عندنا عده حلول، وبالتالي باش نبقاو ننتظروا اللاعب يعني مصاب، ورانا شفنا بانه كان مصاب في ذهاب الكاميرون، الاياب اصلا كان عائد من اصابه يعني عائد عن يعني بعيد عن المنافسه، وزيد المدرب بصبرها كيحطوا على الجهه اليسرى، هذيك يعني ما خص كما يقول لك العمي غير الكحل. اذا نشوفوا اعزائي المشاهدين تحركات بوعناني، ونختموا تحركات بوعناني اليوم كانت تحركات ممتازه جدا ومميزه جدا، يعني نقولوا الجهه اليمنى كلاها داها على صدره وحده، لعب مباراه رائعه جدا، مباراه في القمه مميزه جدا، مرات كان يدخل على الوسط، يرجع في بعض المرات حتى على الى الدفاع، لكن بصفة عامة اليوم بوعناني كان لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع جدا، هذا لاعب يستحق المتابعة، برافو عليك يا ولدي، لازم تستمر في هذه القوة، تستمر في هذا النشاط، تستمر في هذا الأداء، والمدرب نتاعنا لازم 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 هذه دائما نهدروها، تروح تفرج على اللاعبين نتاعك، خطيك ما قعدت في قطر، تزحفوا هذه الحقيقة، كرة قدم مش كرة قدم، يا كرة قدم ما تجيبوا الناس كرة قدم تحبوا تسرعوها من عندكم باش كيما حنا نقولوا تصموها على جانب في وجه مدرب، لا لا لا، كرة قدم كرة قدم كرة قدم الحقيقية تشوفها من أرضية الميدان، ماشي في تطبيقات وتقرا على تصور. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.